خلينا نروح لتنس الطاوله. النادي الاهلي الحقيقه داعم قوي جدا لمنتخبات تنس الطاوله، ابتدي بالرجال، هبتدي بالسيدات، انا اسف، ثلاثي لاعبات الاهلي طبعا شاركوا بشكل كبير في حصول المنتخب على بطوله افريقيا. منتخبنا الوطني للسيدات تنس الطاوله توج بطوله افريقيا وتتلعب في الكاميرون، اللي اتلعبت الفتره من او بتتلعب من 1 ل 7 سبتمبر اللي احنا فيه. منتخبنا بيضم ثلاث لاعبات من الاهلي، هم التوأم مروه وريم مريم الهضيبي اللي كانوا ضيوفنا من اسبوع، ودي صورتهم، والصاعده بقوه هنا جوده. لاعيبه الاهلي دايما بيكونوا هم الركيزه لكل المنتخبات الوطنيه في كل الالعاب. هنروح بقى طبعا دينا مشرف، اصلا المحترفه في فرنسا، هي اصلا ابنه النادي الاهلي ولكن هي محترفه، يعني اربع لاعبات من النادي الاهلي بيشاركوا في منتخب مصر تنس الطاوله. الحقيقه حقق انتصار كبير جدا، يمكن ماتش النهائي كان ماتش قوي جدا مع نيجيريا.